السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. معكم عمار المازني، طالب في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وإن شاء الله اليوم عندنا ريفيو لمادة الـ ISE 315 واللي راح تشمل Chapter 11 وChapter 12. طيب، السؤال الأول يقول لك consider the relationship between pressure and temperature based on the following observations. طيب طبعا هنا هذا التيبل هو اللي راح يكون given. طيب هذا هو given. طيب فهذا يعتبر جزء من الحل، جزء من اللي انت تسوي. طيب فاول شيء خلينا نشوف ايش يبي وبعدين نرجع للتيبل هذا الصغير. طيب يقول لك fit a sample linear regression model to the date. اوكي what are resulting coefficient. طيب write the linear equation. طيب شنو linear equation؟ هي y equal البيتا 0 plus بيتا 1 x. طيب فاحنا نحتاج طبعا هذه variable. طيب فاحنا نحتاج نجيب البيتا 1 والبيتا 0. طيب البيتا 1 شو تساوي؟ البيتا 1 تساوي الاس اكس واي اوفر اس اكس اكس. اوكي طبعا كلهم موجودين في الفورمولا شيت. فالاس اكس واي هي عبارة عن السميشن اوف اكس واي اكس ملتبلاي واي ماينس السميشن summation of x multiply summation of y over n. ال s x x تساوي summation of x square minus summation of x all square over n. طيب فهنا عندنا يعني هذه مثلا وهذه وهذه كل summation هذه نحتاج نجيبهم من الداتا نفسها. طيب فنحتاج نجيب السميشن حقت الاكس اي وكذلك حقت السميشن حقت الواي اي. طيب ونحتاج كذلك السميشن حقت الاكس اي سكوير والسميشن حقت الواي اي سكوير. طيب زائد السميشن حقت الاكس واي. طبعا كيف نجيبهم؟ في طريقة اما نجيبها يدوي او كذلك حتى بالحاسبه، لكن تحتاج طبعا تحط الداتا نفسها الداتا تنتين مع بعض وتجيبهم. طيب لكن لو نجيناها يعني ببساطه السميشن حقت الاكس اي والواي اي هي السميشن نفسها. طيب السميشن نفسها هنا نفس الشيء تجمعهم. طبعا هنا هذه 383 بس الثلاثه يعني مع الطباعه صارت تحت. طيب فهنا نفس الشيء summation هو عبارة عن summation y. summation square هي انك تضيف square وبعدين تجمع. هذه عبارة عن summation xi square. طيب وهنا نفس الشيء square وتجمع. هذه كconcept يعني. طيب الـ summation of x y هي عبارة عن عبارة عن اللي هو المضروب الـ x مضروبة في الـ i والـ x 2 مضروبة في الـ y 2 والـ x 3 مضروبة في الـ y 3 والـ x 4 مضروبة في الـ y 4 والـ 5 بالـ 5 والـ 6 بالـ 6. اوكي لما تضربهم في بعض شو تساوي؟ تجمع. يعني هذه مضروبة في بعض وهذه مضروبة في بعض وهذه مضروبة في بعض، هذه كلهم مضروبين في بعض وبعدين تجمع. تجمعهم مع بعض. حلو؟ فهنا جمع. هنا جمع. اوكي جمع. طيب فهنا يعطينا شو يعطينا؟ يعطينا اللي هو summation of x y. اوكي هذا بس شرح كيف تطلع الداتا، لان يعني
استخراج الداتا من التيبل هي يعني واحدة من العوامل المهمة في حل السؤال، لأن لو كانت معلومة غلط أو طريقة الاستخراج غلط راح يكون جواب في النهاية أكيد غلط يعني. طيب هذا عن المعلومات أو الداتا. هنا كل شيء طلعته خلاص راح تحتاج يعني كل شيء موجود في قانون البيتا 1 أنت طلعته المفروض. هذا الإكس واي، هذه الإكس واي. طيب السميشن أوف إكس هذه، السميشن أوف واي هذه، الان طبعا هنا 6 هنا الاوبزرفيشن. طيب الاكس سكوير هذه، السميشن اوف اكس هذه هي موجوده وسكوير. طيب ففي فرق ما بين هذه وهذه، هذه وهذه بينهم فرق. اوكي فهنا البيتا 1 مفروض تكون عندك 16.867. اوكي طيب الان خلاص جبنا هذه، هذه جبناها البيتا 1 جبناها، باقي البيتا 0. البيتا 0 كيف تساوي؟ كذلك موجود قانونها، تساوي الواي السميشن اوف واي على ان ماينس البيتا 1 سميشن اوف الاكس اوفر ان. طيب طبعا ممكن نكتب طريقه ثانيه كذلك، البيتا 0 ايكوال الواي بار، لان هذه تساوي واي بار واقعا، واي بار الافرج يعني البيتا 1 الاكس بار، فنفس الحالتين نفس الشيء يعني. طيب فنفس الشيء هنا قوانين موجوده، لكن هنا يعني تعوض البيتا 1، لازم تجيب البيتا 1 وتعوضها عشان تقدر تجيب بيتا 0. فهنا كذاك نفس الشيء، البيتا 1 لو كانت غلط يطلع عندك البيتا 0 غلط، فضروري ان احنا نتاكد ان احنا نجيبهم صح، لان يعني حساسة جدا المسائل هذه من ناحية التسلسل الحل. طيب فهنا المفروض البيتا 0 تكون تطلع معانا ماينس 50 50 37 37.62. اوكي فهنا خلاص طلعنا، هذه طلعناها البيتا 0، فاللي هو اللينير ريجريشن هي واي ايكوال ماينس 5537.62 بلس 16.867 الاكس. هذه هي اللينير ايكويجن حقت الريجريشن. طيب الان بخصوص بي يقول لك استيميت ذا فاريانس اوف راندوم ايرور. الفاريانس وشو؟ اللي هو سيجما سكوير، سيجما سكوير هذا هو الفاريانس. لكن هنا يقول لك اوف راندوم ايرور، يعني الفاريانس اللي جاي من الايرور، من الراندوم ايرور اللي هو الاس اس اي اللي هو السم اوف سكوير ايرور اوفر الان ماينس 2، وكذلك بعض الاحيان يسمونه الام اس اي اللي هو المين سكوير ايرور. طيب هذا اكثر شيء موجود في الانوبا، الانوبا تيبل المسمى هذا الام اس اي. طيب فاين احنا نحتاج نجيب الاس اس اي؟ الان معروف الان هو 6. طيب لكن نحتاج نجيب الاس اس اي، فكيف نجيبه؟ عندنا قانون الاس اس تي يساوي الاس اس ار زائدا الاس اس اي، فالاس اس اي تساوي الاس اس تي ماينس الاس اس ار. طيب ايش قانون الاس اس تي؟ هو السميشن اوف واي سكوير ناقص اللي هو سميشن اوف واي all سكوير over n. طيب طبعا هنا عندنا السميشن واي سكوير موجودة هذه، طيب طلعناها هنا موجودة في السؤال الأول في فقرة A طلعناها. طيب أو عفوا الواي سكوير هذه. طيب الواي هذه 303.7 بس من فوقها سكوير، والان نفس ما قلنا هي 6. طيب هذا خلصنا ال SST ك طيب خلصنا ال SST. ال SSR ايش قانونها؟ هو البيتا 1 multiply ال SXY. طيب البيت التا 1 طلعناها هذه موجودة في A، وال SXY نفس الشيء موجود، هذه قانونها، هذا قانون ال SXY. هذا قانونها.
طيب فهنا لما نعوض المفروض يطلع لنا ال SST، المفروض تطلع لنا 5، لا 5 1 3، 5 1 3 5 9 6 0.45. طيب وال SSR المفروض تطلع معانا 4 9 2، أو عفوا 7 7 8 2 5 0.289. طيب خلاص بعدها تطلع معنا الاس اس اي. طيب فخلاص نجيب السيجما سكوير، او اللي هي الفاريانس اوف راندوم ايرور، هو عباره عن الاس اس اي اوفر، طبعا هنا الاس اس اي هي قلنا ناتج طرح الاس اس تي من اللي هو الاس اس ار، فالاس اس اي اوفر الان ماينس اي اللي هي الان ماينس 2 عفوا، اللي هي 6 minus 2 4، فهي الـ SSE over 4. هذا جواب B. طيب الآن بخصوص C، شو يقول لك C؟ يقول لك determine the value of the coefficient of determination of determination. Okay. اللي هي الـ R squared، هذه هي الـ coefficient. طيب فال R سكوير لها قانون اللي هو ال SSR over ال SST. طيب طبعا ال SSR طلعناها، هذه ال SSR، وال SST هذه. طيب فلما نقسمهم على بعض تطلع معانا اللي هي 0.969 اللي هي ال SS اللي هي ال R سكوير عفوا. طيب الآن بخصوص دي يقول لك use the t test for testing the significance of regression, state the null hypothesis, the conclusion and its practical interpretation for alpha 0.05. طيب فأول شيء هنا قال لك طبعا استخدم t test وقال لك state the null hypothesis. فأول شيء إنه عندنا null، شو تقول null؟ إنه البيتا 1 equal 0، والالترناتيف انه البيتا 1 not equal 0. طبعا البيتا 1 هنا تتمثل، هنا لو نرجع للفانكشن البيتا 0 بلس بيتا 1 اكس، فالبيتا تمثل البيتا 1 تمثل الاسلوب. طيب فاذا النول انه نقول ان الاسلوب 0، اذا الاسلوب 0 معناه انه نو لينير ريليشن. طيب لكن اذا قلنا انها not equal zero، فسواء positive negative، فمعناها ان نقصد linear، يعني نقصد انه نبي نثبت انها linear. فالsignificance ان احنا نبي نثبت هل هي في linear ولا ما في linear. فاذا طلع معانا rigid معناها نقول لا والله في evidence ان الrelation ما بين البريشر، ما بين temperature والبريشر، الrelation ما بينهم linear. إذا كان عندنا رجت، إذا كان فيت ورجت نقول والله no evidence إنها linear، يعني العلاقة ما بينهم. طيب هذا بخصوص اللي هو النول والالترناتيف. طيب الآن التي نفسها، التي لها قانون موجود في الفورمولا شيت، هذا قانونها. طيب البيتا 1 طلعناها فوق اللي هي 16.867 على سكوير روت اوف سيجما سكوير اللي طلعناها اللي هي الفاريانس اوف راندوم ايرور هذه. طيب على اللي هي الاس اكس اكس، طيب هذه موجوده في طلعناها في اي هذه، وموجود طبعا اللي هو سميشن بيك سكوير، هذا هو موجود، و summation of x والn اللي هي 6. طيب فنعوض عنها مفترض تطلع معنا 11.24. طيب الان كيف نسوي التست او كيف نحدد reject ولا filter reject؟ نجيب هذه طبعا t 0، طيب نجيب t اللي نقارن فيها اللي هي t alpha over 2 اللي هو degrees of freedom اللي هو n minus 2. ف t الالفا كم؟
0.05. فالالفا اوفر 2 اللي هي 0.025، الديجريز اوف فريدم كام؟ 6 ناقص 2 اللي هو 4. طيب فنجي الان للتيبل، نجي الان للتيبل عشان نشوف هذه ايش تساوي. هذه نجي الان للتيبل حق تي اوكي، فنجي حق الديجريز اوف فريدم كام؟ 4، هذا هو 4. طيب نجي ندور نشوف وين ال 025، هذا هو. فالرقم اللي يمه هو كان 2.776 اوكي. فنجي الان نقارن نشوف وين الاكبر. فهنا نلاحظ انه تي 0 اكبر من التي الفا اوفر 2.n ماينس 2. فاذا كانت انه التي اكبر اوكي، التي اكبر فمعناها انه هنا ريجكت ريجكت. كذلك نقدر نجيبه بطريقه اللي هي ال البي فاليو. البي فاليو كيف نجيبها؟ هنا البي فاليو ندور على الرقم حق تي زيرو. تي زيرو كم طلع معنا؟ 11.24. لو ندور هنا حق عند الفور ديجريز فريدم 4 نشوف ال11 يعني مش موجوده في التيبل، فمعناها اصغر من ال05 ال تريبل 5 عفوا. فالبي فاليو البي فاليو اقل من ال 0.005. ف يعني بطريقه اخرى نقول ان البي فاليو اقل من الالفا. فاذا كانت عندنا البي فاليو اقل من الالفا كذلك هنا ريجكت، فنقدر نجيبها بطريقتين يعني. طيب فهنا الستيتمنت ببساطه هو ريجكت، لكن شنو الكونكلوجن؟ الكونكلوجن انه there is no. طبعا الريجكت شنو معناها؟ عفوا الريجكت معناها ان في ايفيدنس انها لينير. فمن هنا نقول conclusion there is evidence that there is linear relation اللي هي البرشر وال temperature. طيب فقلنا reject والconclusion انها في evidence انها linear relation بسبب انها طلع معانا reject اللي هو alternative function alternative hypothesis اوكي. فهذا جواب دي. الان السؤال الثاني question 2 consider the following data summary representing the relationship between x and y. طيب فيقول لك a quadratic regression model in form y equal beta 0 plus beta 1 x square is thought to be adequate to model the relationship between x and y. What are the values of resulting coefficient? Write down the equation that models the relationship between x and y. طيب في نفس الشيء هنا يبي الموديل اللي هو y equal البيتا 0 plus البيتا 1 x square. هنا الفرق انه x square. فالفكرة الآن نفس الشيء، احنا نبي نجيب يعني relationship راح تكون مش على شكل بين x و y، لا راح تكون ما بين ال x square وال y. طيب ما بين ال x square وال y، فهنا عندنا اللي في التيبل عندنا x، فنحتاج نجيب حقة ال x square. طيب فخلينا اول شيء نكتب القانون. طيب بعدين نشوف الداتا الشكل النهائي يعني. فاول شيء عندنا البيتا 1 نفس ما قلنا تساوي لكن هنا نبي نسمي الاكس سكوير عشان بس اسهل في التعامل، نسميها الاكس سكوير نسميها A على سبيل المثال. زين فنفترض اول شيء طبعا قلنا القانون هو الاس، كان عندنا قبل اس اكس واي على الاس اكس اكس، الان استبدلنا هي طبعا المفروض تكون اس اكس سكوير. طيب هنا سكوير لكن نفس ما قلنا عشان يعني نقدر نتعامل معها بشكل افضل نسميها اي، نستبدل الاكس سكوير ب اي. طيب فهذه هي الاي. طيب قلنا تساوي summation of اي واي ماينس summation of a multiply summation of y over n، هنا تحت summation of a square ناقص summation of a all square over n. طيب الان نحتاج نجيب الداتا، نحتاج نجيب يعني summation عفوا summation حق ال a y وال a square وال a لحالها وال y لحالها. طيب ف
فهنا السمشن ما بين الاي والواي ان احنا يعني كتوضيح هذه عباره عن اكس سكوير وواي، وهذه عباره عن اكس سكوير على سكوير فهي اكس تو باور 4. طيب فهنا نحتاج نجيب الداتا، طبعا الداتا اللي هي السمشن اوف السمشن اللي هي اوف اكس والسمشن اوف واي. طيب وهنا السمشن سكوير، هنا السمشن سكوير والسم حقه الاكس وحقه الواي. طيب طبعا هذه نجيبها يعني نفس ما شرحناها في السؤال الاول نفس الطريقه، يعني سمشن الاكس هي الجامعهم فقط، سمشن الواي سكوير تربع بعدين تجمع، ونفس الشيء حق الواي. طيب تقدر تسويها ايدر يعني مانيوال ولا بتكنيك في الحاسبه. طيب الان بخصوص ال A، احنا غيرنا الاكس سكوير الى A، فهذه هي الاكس سكوير. طيب خلينا نسميها A. طبعا الاكس سكوير كيف جبناها؟ نسوي فقط سكوير للاكس يعني مباشره، هذه القيمه هذه، وهذه تسوي لها سكوير تطلع هذه، وهذه نفس الشيء فقط سكوير. طيب هنا طبعا لو لاحظ ان نحتاج العلاقه ما بين ال A اللي هي الاكس سكوير والواي. طيب فهنا العلاقه ما بين الاكس سكوير والواي هذه طلعناها. طبعا كيف نطلعها؟ هذه الاكس سكوير اللي طلعناها نضربها في الواي، يعني هذه مضروبه في الواي هذه قيمتها، وبعدين هذه مضروبه في الواي مضروبه في الاكس سكوير وش اسمه ونزلها تحت. طيب وبعدين نجمعها. طيب فهذه تكون معانا اللي هو السميشن حقها. طيب وهذه تعتبر سميشن حقت ال A، وهذه سميشن حقت ال A سكوير، وهذه هي سميشن حقت ال A واي. طيب فهنا فقط تعويض، طيب نعوض نفس ما قلنا ال A واي هذه قيمتها، ال A هذه قيمتها، السميشن حقت ال واي هذه قيمتها. طيب ال N معروفة هي 6. طيب السميشن حقت ال A سكوير هذه، السميشن حقت ال A هذه بس عليها سكوير هنا. طيب زي ما قلنا كل المعطيات موجودة، الآن فقط تعويض. لما نعوض مفترض يطلع معانا السلوب اللي هو البيتا 1، مفترض تطلع معانا 5.42472. طيب بقى البيتا زيرو، كيف البيتا زيرو؟ بيتا زيرو نفس ما قلنا قانونها من خلال لما نطلع البيتا 1 نقدر نطلع البيتا زيرو. فعندنا البيتا اللي هو قانون السميشن اوف واي اللي هو الريسبونس على ال n ماينس السميشن او عفوا البيتا اللي هو البيتا 1 قبل كان عندنا سميشن الاكس على ال n، لكن الان هنا صارت اكس سكوير اللي هي A، احنا افترضناها هنا A. طيب فهي summation A، يعني احنا الداتا اللي عندنا نعرفها بA لان احنا افترضنا A، فنكتبها كA الان اللي هي هذه summation حقها، والبيتا 1 هذه طلعناها. طيب فنعوض يطلع معانا المفترض تكون البيتا 0 minus 17.984 8.4. فهنا تصبح اللي هو الإكويجن اللي هي البيتا 0 بلس البيتا 1x تساوي ماينس 17.984 بلس 5.472 x سكوير. طيب هذه المودل ريليشن شيب بين x و y. طيب الآن B بيش يقول what is the estimate of y at x 2.5. طيب طبعا هنا عندنا الموديل بشكل عام، احنا عندنا يكون 2.2 يعني عندنا response وعندنا input او variable، نحاول نسوي موديل اللي هو هذا هو function اللي تخلينا نقدر نعرف قيم الـ نعرف اللي هو response حق حقت اللي هو حقت ال y at a different x.
طيب فاحنا نكون عندنا قيمه نبي نجيبها اللي هي 2.5، نبي نعرف كم الريسبونس حقها، لكن احنا ما عندنا فانكشن، ما عندنا موديل، عندنا بس فقط داتا. لكن فنسوي ريجريشن بحيث ان احنا نطلع نطلع موديل تقريبي نقدر نجيب من الاستيميت حقه الاكس اللي احنا بيها. فهنا ببساطه فقط الواي اللي هي واي اللي هو فانكشن اوف اكس، طيب 17.984 بلس 4 5.472 اكس سكوير. طيب فهنا فقط الواي نعوضها ب 2.5، طيب اللي ماينس 17.984 بلس 5.472 2.5 سكوير، تطلع معنا 16.216. اوكي هذا هو جواب B. طيب الآن السؤال الثالث يقول لك consider the following computer output for the analysis of variance A. يقول لك fill in the missing information in the ANOVA table. طيب طبعا هنا عندنا missing information راح نبتدي تدريجيا، طيب لأن الجدول يعني مترابط مع بعض، مش كل مع الفاليو لها مش كل قيمة تجيبها بقانون، لا كلهم مترابطين مع بعض نفس القوانين تقريبا تدريجيا يعني. فأول شيء هذه degrees of freedom حق الايرور هي قانون شنو؟ طبعا لازم يكون عارف التيبل، عارف قوانين كل 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 يعني كل بوكس. طيب فهذا شنو قانونه؟ هذا ال n minus 2. طيب فنحتاج نعرف ال n، كيف نعرف ال n؟ نعرف اللي تحتها هذه، هذا قانونها اللي هو n minus 1، فمعناها انه equal 15، فال n معناها equal 16، فهذه راح تكون 16 minus 2 equal 14. طيب وكذلك نقدر نجيبها من خلال نطرح يعني القيم هذولي تنتين ذيلي مجموع لل 15، فنقدر نقول انه ال 15 تساوي القيمة هذه 500 دي اف اي زائد 15، فدي اف اي تساوي شو اسمه تساوي او عفوا بلس 1، هنا بلس 1 فدي اف تساوي 14. طيب نقدر نجيب بطريقتين يعني، فكل واحد لكن الافضل ان ندور الاسهل يعني. طيب طيب الان خلصنا هذه خلصناها. طيب طلعت 14. طيب هذه ايش قانون هذه اس اس ار، هذه الاس اس ار شو القانون الاس اس ار؟ الاس اس ار قانونها هو طبعا لها قانون، لكن الان هنا نقدر نطلعها بشكل اسرع. طيب لان الاس اس تي يعني القانون العام، الاس اس تي يساوي الاس اس ار ناقص او عفوا بلس الاس اس اي. طيب هذه عندنا موجوده الاس اس اي وموجوده الاس اس تي، فالاس اس ار شو تساوي؟ الاس اس ار تساوي الاس اس تي ناقص الاس اس اي، ف 500 ناقص 350 تطلع معانا ال اس اس ار 150، فهذه تطلع معانا 150. طيب ايش بقى؟ بقى عندنا هذه الام اس ار. ايش قانون الام اس ار؟ الام اس ار الام اس ار او المين سكوير المين سكوير ريجريشن تساوي ال اس اس ار على طول على الديجريز اوف فريدم حقه. شنو الديجريز اوف فريدم حق ال اس اس ار؟ هو 1، فتساوي 150. طيب 150. طيب الان ايش بقى؟ الان بقى عندنا المين سكوير ايرور، هذه هنا الام اس اي. ايش تساوي الام اس اي؟ الام اس اي تساوي ال اس اس اي على degrees of freedom حقها اللي هي n minus 2 اللي هي 14 طلعناها. ال اس اس اي كم تساوي؟ موجوده 350، هذه 350، ف 350 على 14 تساوي 25، تساوي 25. طيب الان ايش باقي؟ باقي عندنا ال b value وباقي عندنا ال f. اول شيء ال f، ال f شو تساوي؟ ال f الاف هذه طبعا ايش؟ هذه حق ما بين حقة الريجريشن، فبما ان حقة الريجريشن فمعناها هي الاس، فمعناها هي الام سكوير ريجريشن على المين سكوير اي، ف
فال SSR على 1 وهنا ال SSE على degrees freedom حقه اللي هي 14. طيب فعندنا معناها راح يكون لو نحسبها يطلع معانا 14 مضروبة في ال SSR اللي هي كم 150 على ال SSE اللي هي 350، فيطلع معانا 6. طيب 6. طيب الان باقي البي فاليو. البي فاليو كيف نقدر نجيب؟ البي فاليو نقدر نجيبها عن طريق التقريب، يعني نحصرها ما بين قيمتين. طيب لانها صعب نجيبها يعني يدويا من خلال التيبل، من خلال طبعا هذه نروح للاف ديستريبيوشن الاف تيبل وندور عليها، ندور على قيمه للبي فاليو تعطيني قريب الاف زيرو، تعطيني قريبه للاف زيرو، واذا حصل الاف زيرو بعد ما يمنع، لكن لو ما حصل ندور اقرب قيمه او نحصرها ما بين تو فاليو. طيب الان هنا هذا الجداول حقت الاف الاف تيبل. طيب فهنا ندور كيف طبعا هنا عندنا كيف ندور الاف عباره عن الالفا 1 لانه 1 فاريبل هذا ديجريز فريدوم الاول، وديجريز فريدوم الثاني هو ال الان ماينس الان ماينس 1 طيب او عفوا ماينس 2 اوكي الان ماينس 2 اللي هو البي 2 بي 2. فالاف الفا الالفا طبعا 0.05 دائما الانوفا يعتبر الديجريز حق الديجريز فريدوم حق او عفوا الالفا حقتها 05 على طول. طيب الان ماينس 2 كم؟ هي 14 اوكي. فندور في التيبل على الديجريز الاول اللي هو ال1 نفس ما قلنا، والديجريز الثاني والديجريز فريدوم الثاني يكون ال14 اللي هو ال ماينس 2. فندور هنا الديجريز فريدوم الاول هو 1 والثاني هو كم قلنا 14. طيب فهنا نشوف عندنا 1.44 واحنا عندنا الاف 0 الاف 0 6 فهنا بعيد، فنروح نشوف غيرها كم هذه ال25 نروح نشوف غيرها. طيب غير عندنا هنا ال 0.1 طيب نشيك على ال 1 وال 14 3.1 لازال نبعيد. طيب نشوف الان على ال 05 1 و 14 يطلع لك 4.6 كررنا شوي. طيب نشوف ال 025 كم يطلع معنا؟ يطلع معنا ال 14 6.3. طيب ف يعني نقدر نحصرها ما بين ال طيب الان 6.3 وحين 6 فمعناها ان اللي هي القيمه ما بين البي فاليو ما بين اكبر من اصغر من عفوا ال 025 واكبر من القيمه اللي قبلها. ايش اللي قبلها؟ ايش اللي قبلها؟ اللي هو 4.6. طيب اللي هي كم قيمتها هنا الفا 05 هي ما بين. طيب زي ما قلنا هي ما بين ال 025 يعني كانترفال ما بين ال 025 وال 05. طيب هذا بخصوص A. طيب خلصنا جميع كل القيم تقريبا 025 ما في مشكله هي على سبيل التقريب اوكي، لكن هي كانترفال بين القيمتين هذين. طيب ولو نبي قيم بالضبط نقدر نستخدم يعني سام سوفت وير يعني يعطيك قيم بي فاليو بالضبط. طيب الان بخصوص بي يقول لك give estimate of the standard error of the random error. طبعا الستاندرد هي السيجما. طيب هنا عندنا ال MSE قلنا تساوي ال S تساوي السيجما سكوير. فاذا نبي نجيب السيجما شو معناها؟ معناها سكوير روت اوف MSE. ال MSE كم طلعنا؟ طلعنا 25، ف square root of 25 يطلع معنا كم؟ 5. فهذا هو جواب B. طيب الآن بخصوص جواب بخصوص C شو يقول لي؟ يقول لك what is the value of the coefficient of determination اللي هو كم؟ اللي هو شنو؟ R square. بنشوف ال coefficient of determination ال R square على طول. طيب ال R square شو تساوي قلنا؟ قلنا تساوي ال SSR على ال SST. اوكي فال اس اس ار كم طلعناها؟ كم طلعنا الاس اس ار؟ 150.
150 على الاس اس دي. كم الاس اس دي؟ 500. الاس اس دي هذا موجود 500. فكم يطلع معانا؟ 150 على 500 يطلع معانا 0.3. هذا هو جواب سي. طيب عندنا السؤال الرابع يقول a set of 20 data points are used to model the linear effect of two factors x1 and x2 on the response y given the following data sigma square. طيب والالفا اللي هو اوفاي وعطانا هنا الاكس برايم مضروبه في اكس الانفيرس والاكس برايم واي. يقول find the estimate of slope of y with respect to x1 and estimate of the slope with respect to x2. طيب فهنا عندنا اللي هو regression حقها يساوي البيتا 0 بلس البيتا 1 x1 بلس البيتا 2 x2. طيب ونعرف احنا ان البيتا تساوي البيتا ككل يعني كفيكتورز تساوي الاكس برايم مضروبه في الاكس تو اللي هو الانفيرس اول انفيرس مضروبه في الاكس برايم واي. طيب طيب فزي ما قلنا نلاحظ انه هنا اعطانا الاكس برايم واي موجوده كفيكتور والاكس برايم اكس انفيرس موجوده. ف البيتا هنا 0 1 و 2 تساوي ضرب 2 ماتريكس. طيب اللي هي هذا الماتريكس وهذا الماتريكس. طيب فنقدر نسوي يعني مانيوالي سهلة او نقدر حتى بالكالكوليشن يعني اللي هي يعني بس بسوي الصف الاول ال 120 ناقص المضربة في ال 05 ماينس 0.04 في 250 بلس 0.04 في 300 فهذه تمثل البيتا 0 تمثل هذه القيمة. طيب ليش؟ لأنه الجواب راح يكون هذه طبعا 3 باي 3 وهذه 3 باي 1 ف الجواب راح يكون 3 باي 1 فهذه القيمة اللي هنا راح تكون البيتا 0 وهنا البيتا 1 وهنا البيتا 2. طيب فخلاص بس نضرب الماتريكس وبتطلع معانا بهالشكل. الاول راح يكون بيتا 0 والثاني بيتا 1 والثالث هو البيتا 2. طيب فنرجع للسؤال يقول estimate of slope with respect x2 with respect x1. فهنا يقصد هذه السلوب هذه هو البيتا 1 والسلوب هذا هو البيتا 2. فقيمة البيتا 2 فالقيمة هنا السكند اللي في السكند رو هي البيتا 2 هي البيتا 1 عفوا واللي في الثيرد رو هي البيتا 2. طيب واللي هي البيتا 1 المفروض تساوي ماينس 1.8 والبيتا 2 تساوي المفروض ماينس 3 1.4. فهذه السلوب. طيب الآن بخصوص بي يقول لك determine the predicted value of x20 والx x120 والx x210. طيب طبعا هنا البيتا 0 4.4. طيب فهنا عندنا الموديل y البيتا 0 بلس البيتا 1 x1 بلس البيتا 2 x2. طيب فنعوض يعني هو هذه الفانكشن تو فاريبل اللي هي ال x1 وال x2 فهنا يبي نعوض عن ال x1 ب 20 وال x2 ب 10 فهي راح تكون عبارة عن ال 4.4 بلس او ماينس ال 1.8 هذه في اللي هو 20 ماينس 31.4
اللي هذه البيتا 2 مضروبة في الاكس 2 اللي هي 10، فالمفروض تطلع معانا minus 345.6. هذا جواب بي. طيب السؤال الخامس يقول لك by using 9 observation a study was performed on where of appearing y and its relationship x1 oil will x2 will load. يقول لك the multiple regression model result in SSR. طيب طبعا هنا ملتبل يقصد فيه ال x1 وال x2 مع بعض. طيب فهذا قيمة ال SSR لما يكون لل x1 وال x2، وهذا قيمة ال SSE لل 1 وال 2. فطبعا من هنا نقدر نعرف معلومة انه ال SST هو اللي هو خلينا نسميه ملتبل ال M، هو ال SSR زائد ال SSE واللي هو راح يكون عبارة عن عبارة عن 28981. طيب نكمل. يقول لك the analyst has some doubts about the effect of the load. يعني المحلل عنده شك على ال X2 load، يعني يبي يشوف تأثيرها كيف، شنو تأثيرها، فايش سوى. He built a simple linear regression to predict the wear by using the oil only. يعني شال الـ X2 سوى التجربة على الـ X1 فقط عشان يبي يشوف هل كان في تأثير للـ X2 ولا لا. فيقول لك the simple linear regression result in SSE اللي هي 1058. طبعا الـ SSE هذا حق شنو؟ هذا حق الـ SSE حق خلينا نسميه الـ single اللي هي الـ X1. طيب الـ single كان كم؟ 1058. طيب لكن اللي ايش بيصير، تغير الاس اس اي لكن الاس اس تي المفروض يكون سيم. الاس اس تي للمالتيبل لازم يكون الاس اس تي حق السنجل، فبناء عليها الاس اس ار حق السنجل يساوي الاس اس تي حق السنجل ناقصا الاس اس اي حق السنجل. فالاس اس ار حق السنجل هو يساوي السنجل، طبعا هي الاكس 1 طيب اللي هي الاويل، راح يساوي كم؟ ال 28981 ماينس ال 1058 اللي تطلع 27923. طيب الان طلعنا المعطيات، طيب شنو راح نستخدمها؟ في عندي القانون اللي يختبر. طبعا هو قال لك خلينا نكمل السؤال، يقول لك conduct the general regression significant test to help the analysis verify his doubt the value of F statistic. طيب F شو تساوي؟ لها قانون في هذه المسألة بالضبط. لما يكون في عندك تبي لما تزيل أو تضيف، تزيل يعني item، يعني احنا نشلنا ال X2 أو أحيانا نبي مثلا نضيف X3 نبي نشوف تأثيرها، فهنا نفس القوانين نستخدم هذا القانون اللي هو ال SSR للبيتا 2 مثلا condition البيتا 1 على ال R over ال MSE. طيب طبعا شو تفاصيل القانون هذا؟ ال R طبعا هنا أول شيء البيتا 2 تمثل الشيء adding اللي بنضيفه أو removing، الشيء اللي بنضيفه أو بنحطه عشان نشوف تأثيره. البيتا 1 هنا تمثل اللي كان موجود من قبل، شنو اللي كان موجود، شنو او شنو اللي يعني بنختبره، يعني مثلا اللي مثل هنا في هذه الحاله هو الاكس 1. طيب اللي بيكون موجود بعد ما نشيل هذا الشيء او بعد ما او قبل ما نضيفه. طيب يعني الاوريجينال. طيب ف او الكل، يعني هنا مثلا الاكس 1 والاكس 2 اللي هي مقصود فيه المالتيبل. طيب طيب والار هنا الار تمثل كم عدد الايتيمز اللي احنا بنضيفها او بنشيلها، فهنا الار راح تكون 1 لان احنا شلنا فقط اللي هو الاكس 2. طيب على الام اس اي، الام اس اي طبعا هي التوتال اللي هي المالتيبل اللي هي الاس اس ام، الاس اس اي ام عفوا، على الان ماينس بي
طبعا البي، البي هي شنو؟ هي نمبر اوف اوف اللي هو يعني هنا عندنا مثلا البيتا 0 والبيتا 1 والبيتا 2، فكم عنصر عندنا؟ 3، فالبي هي تساوي 3. طيب والان هي 9. طيب فالاف، فالاف 0 راح يطلع معانا كم؟ هنا قلنا الـ SSEM كم؟ اللي هي 477 على على اللي هو 9 ناقص 3 6. طيب بينما الفوق راح يكون عندنا الـ R اللي هو 1، وهنا راح يكون عندنا الـ SSR ناقص الـ SSRM ناقص الـ SSR single، فراح يكون عندنا هنا 4776 over 6. هنا فوق راح يكون عندنا 28 اللي هي ال RM، هذه 28504 minus 27923، فراح تطلع معانا المفروض يكون 7.3. هذه هي الاف تيست. طيب السؤال السادس يقول لك you have fit a regression model with 3 regression. معناها عندك اللي هو البيتا 1 وبيتا 2 for example يعني بيتا 3، طيب زائد لان انت عندك البيتا 0 هذا لازم يكون موجود. طيب فهذا يمثل، هذول يمثلون K. طيب وهذه تمثل يعني كنمبر، هذه تمثلها K اللي 3، هذه هنا 1، فالكي تساوي 3. البي اللي نشوفها في بعض الرول او في بعض اللي هو القوانين، البي هي تساوي الكي بلس 1. طيب اللي هي البي تمثل الجميع، الجميع مع البيتا 0 اللي هي تساوي 4، بينما الكي تمثل فقط اللي هو من الواحد الين يعني اللي هم الريجريشن، الريجريسر نفسهم. طيب فهذا بس فقط للتوضيح يعني. طيب نشوف السؤال، يقول لك fit regressor، قال لك 3 regressor to a data set that has 20 observation اللي هي n هذه. طيب فيقول لك the total sum 1150 هذا هو ال SST و the regression sum of square يعني هذا هو ال SSE. طيب ايش طالب السؤال؟ يقول لك the values of adjusted R squared و the value of F statistic. طيب ال R squared adjacent يساوي شو يساوي؟ 1 minus ال SSE على ال N minus P وال S على ال SST اللي هي على يعني ال SST على degrees of freedom حقها، وكذلك ال SST على degrees of freedom حقها اللي هو N minus N minus 1. اوكي فعندنا 1 minus ال SSE موجودة عندنا هذه 150 على ال N اللي هي 20 ناقص ال B كم قلنا؟ ال B هي 4 على ال SST كم؟ 1150 على اللي هو 20 ناقص 1 اللي هو 19. طيب 19 فالمفتاح تطلع معانا 4 point او عفوا دقيقة تطلع معانا 0.43. طيب 0.43. طيب الان هذا لل R. الاف شو تساوي؟ تساوي ال SSR على ال degrees of freedom حقها، ال SSR على اللي هو ال N او عفوا ال K over ال SSE على ال N minus P، فقلنا ال K كم؟ ال K هي 3. ال SSR كم؟ ال SSR طبعا هو ال SST minus ال SSE اللي هو 1150 ناقصا 550 على 3، وهنا عندنا 550 على اللي هو قلنا 16، فيطلع معانا المفروض 1150 ناقصا يطلع معانا المفروض 5.8.
طيب السؤال الصعب يقول لك if the value of coefficient of determination is 0.5 for a regression model containing two independent variable and that n equal 11 then the adjusted coefficient of determination value is يعني يبي اللي هو ال r square adjusted okay وعطينا اللي هو ال r square. طبعا عارف احنا قانون ال r square شو يساوي 1 minus ال sse over ال ss t. طيب بدون اي اعتبار لل degrees of freedom او عدد السام او عدد ال n okay. بينما ال r square adjacent يساوي 1 minus ال ss عفوا ال ss هنا r او ال sse عفوا. طيب ال sse ال sse على ال n minus p على الكل اللي هو ال sst على ال n minus 1 يعني كل واحد يعني الفرق ما بين ال r وال r adjusted اللي هو degrees of freedom. طيب فهو هنا اعطانا معلومة انه هذه تساوي 0.5 فمن خلالها راح نقدر نقول ان ال sse على ال sst تساوي نص راح نوديه الجهة الثانية ونجيب هذه هنا فتصير نص. طيب فال sst ال sse مثلا تساوي 0.5 ال sst. طيب فالمطلوب هو عندنا اللي هو r square adjusted اللي تساوي 1 minus نعوض مكان ال sse باللي هو نص sst نص SST على ال N minus B. طبعا ال N هنا 11 minus ال P. طبعا قلنا ال P شنو ال P؟ ال P هو ال P هو K plus 1 ال K كام؟ هو ال regressor اللي هو 2 فال P راح تساوي 3. طيب راح يكون عندنا 11 minus 3 على ال SST كام؟ ال SST هي ال SST. طيب راح نعوض عنها عشان راح تتكنسل هنا فوق ال n minus 1 كان قلنا 10. طيب فهنا راح لو نسوي تبسيط ال SST تروح ف 1 minus 10 مضروبة في نص على اللي هو 11 minus 3 اللي هو 8. طيب فالمفروض يطلع معانا 1 minus 10 في نص على 8 فيطلع معنا 0.375. وفي الختام أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح وتوضيح الأسئلة السابقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.